دراسة متكاملة، تربية الأبقار ثم إنتاج الحليب هي سلسلة تتحكم فيها هذه الملبن لتزويد عديد مناطق الهضاب العليا بمادة الحليب ومشتقاته. نخدم المركز العلفي العادي، وكذلك نخدم العلف اللي يشكل وجبة كاملة للبقرة. هذه الوجبة هذه مدت يعني طفرة في الإنتاج، وين عقبنا من إنتاج متوسط تاع إنتاج تاع 10 إطرات للبقرة الإنتاج تاع 20 إطرة. وكذلك هذه الوجبة هذه الميزة نتاعها أننا ندمج فيها ما يقارب 50% من منتجات محلية. إنتاج 60,000 لتر من الحليب يوميا يمر عبر عدة مراحل تعتمد على مقاييس ومعايير دولية، وذلك من خلال الاعتماد على شباب المنطقة المختصين في ذلك. المراحل اللي يمر عليها الحليب هي الأولى التحاليل الأولية اللي يقوموا بها المخبريين، من بعد كل الحليب هذا مطابقنا المواصفات اللي نعملوا بهم حنايا ندخلوا لهنا صهاري جدو تاع التوظيف، ومن بعد نقوموا بالمعالجة تاعو بواسطة المبصر هذا يخدم بتبادل الحرارة. من بعد ما نقوموا بالبصرة تاع الحليب تاعنا يمر بالبلاصة لهنا هذا يقولوا له مجال مغلق لهنا باش يكون الحليب تاعنا نظيف ويقعد محافظ على النقاوة تاعو. العمل على الرفع من هذا المنتوج يعتبر رهانا ترفعه الملبنة من خلال تقوية الإنتاج والمساهمة في تزويد مختلف مناطق الوطن بهذه المادة الهامة.